بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السلام عليكم جماعة. بليلة بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج، هذا القبة هذه كتشوفوا فيها هذا هو المسجد الأقصى، وهنا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في هذا المسجد الأقصى هذايا هنايا في هذه الساحة هذه ونويبان المسجد الأقصى اللي عنده شغل واسمه بو هذو اليهود ما يخليكمش تفيلموا بزاف المسجد الأقصى هذه. وهنايا القبة الصخرة، قبة الصخرة هنا في هاد القبة هاد الصفرة هادي اللي تشوفوا فيها هنا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم تعرج سماء السبع. هنا كاين روشي لتحت لدخل هاد جوج تحت القبة هادي كاين روشي يقولوا له على هذه يقولوا له قبة الصخرة من الرسول صلى الله عليه وسلم تعرج. وشنو القدس الأقصى الجامع الآخر هذاك اللي شفتوه هونغري هذاك هنا هذا هو الأقصى هنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم على الأنبياء. أذهبت يا والدي إلى بيت المقدس؟ نعم. ذهبت للتجارة؟ بل للصلاة في بيت المقدس يا ولدي، ثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الذي روي عنه أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. على الصلاة فقط سافرت يا والدي؟ نعم يا ولدي، فمن كانت له القدرة على السفر إلى القدس وأضاعها فقد فوت على نفسه فرصة الصلاة في نفس المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، الليلة التي فرضت فيها الصلاة على المسلمين يا أنس.